سمعت صباح النور كل الناس اللي كيسمعونا فين ما كنتو، اكيد ان شاء الله يوم موفق للجميع. كيف قلت فك كل الاربعاء كيكون حاضر معنا الاستاذ والباحث محمد احسين. صباح الخير. اذا انا نقول لك على المباشر عندي سلام من واحد السيده باش هكذا تكون كتتبع، من الناس اللي كيتبعوك بشكل اللي هو كبير 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 بزاف. للاشاره هي حضره التخرج ديالي، حيت انا وليت كوتش مدربه تنميه ذاتيه، دونك كان عندها سلام كبير ليك، فانا بلغتك السلام ديالها. شكرا جزيلا واهلا وسهلا. تكون صراحه من المتتبعين ديالك، انا ما عرفتش زعما للاسف الاسم ديالها، مي من المتتبعين ديالك بشكل كبير بزاف 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 بزاف. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكل المتتبعين ديال الاستاذ. شكرا جزيلا مرحبا. صراحه شكرا مرحبا. جزيلا لها. بالعكس مرحبا. اذا اليوم غتكون حلقه اللي غنتكلموا على بزاف ديال الحاجات. حنا دائما ملي تنتكلموا هاد الايامات هادي كاين فريمون كاين البرد بشكل اللي هو كبير، فالناس دائما خاصها ترد البال ديالها. ديجا تكلمنا على نقاط اللي كتخص أن الإنسان يعني يدفي الذات ديالو، يرفع المناعة ديالو، تكون عنده طاقة، بزاف ديال الأمور. اليوم ماشي غيكون الموضوع شوية مختلف، ولكن غيكون الموضوع مرتبط ببعض الأشياء اللي حنا تناكلوها فهاد الوقيتة. أيضا من السنة ناس كتكون عندهم واحد التلبكات على مستوى الأمعاء ديالهم، شي حاجة من هاد القبيل. فكاينين الناس ربما بعض المرات كيوصلوا لديك المرحلة ديال أنك ياكلوا شي حاجة تيكون قبض، وكياكلوا شي حاجة تيكون إسهال. اليوم اللي جينا نشوفوا معاك شنو هما أهم الأمور مثلا في التغذية ديالنا اللي كتقدر انها دير الانسان القبض، وليس تقدر دير الانسان الاسهال. واش نمط غذائي خاصو يكون بواحد الشكل معين كيف غتشوفوا وغترصدوا المستمعين والمستمعات، او لا طريقه ديالنا ديال اننا ما تنمضغوش الماكله ديالنا مزيان، طريقه الهضم ديالنا ما تتكونش مقاده، ربما العدد ديال الوجبات ديالنا، الوجبات اللي تتكون يعني مورا بعضياتها، الوجبات السريعه او لهاد الامور، او للحاجه اللي كتكون مسكره، او للسكريات، او للدهون الغير جيده. نمشيو في هذا الاطار هذا باش الناس، لان فعلا بزاف الناس كتحس اليوم كتقول انا كنحس بتخمه، كنحس بوجيعات، كنحس من رئيسال من رقبت، مع انني كناكل ماكله اللي هي مقاده. واش حتى الماكله ديالنا الصحيه، يعني ان الانسان ولا ترجع لهاد الوقيته ديال 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 هذا الفصل هذا كناكلوا بحال مثلا القطاني، يعني انها علاش؟ لانها سخونه ولانها كتدفي الذات. فالناس بزاف كيستهلكوها في هاد الوقيته هذه، الخبز ديال الشعير غيره، هاد المواد هادي اللي حنا تنقولوا انها صحيه وانها بانيه وطاقيه. واش كتقدر فعلا تعطي واحد الافيكسي الناس ربما اللي ما موالفينهاش، او للناس ربما دانسوا الكو كيف كنقولوا، جاوا بغاو يديروا نمط غذائي اللي هو صحي بلا ما مشاو بالتدريج. نمشيو في هذا الاطار، واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم المستمعين والمستمعات من خلال رقمنا اللي هو 05 22 36 05 36. تفضل بدايه من عندك. لا شكرا بعد على هذا السؤال. بالعكس مرحبا. سؤال كان في المستوى العالي، وفيكتيمو كان غير البارح في واحد المحاضره كنت لقيتها، كانت واحد المجموعه ديال الناس سولوا نفس السؤال، قال لك اودي راه ولينا كنعانيو مشكل ديال القبض ولا مشكل ديال الاسهال في هذه الايام، اشنو هو السبب، اشنو هو المشكل وراء هاد الحالة اللي ولينا كنعيشوها. فبطبيعة الحال الجسم ديالنا معروف بواحد العمليات أيدية طبيعيه وخصو يعيشها في الحياه الطبيعيه ديالو، لكن هناك وعكات وهناك اشياء اللي ممكن انها تخلق مشكل على المستوى ديال الاداء الفيزيولوجي ديال الجسم ديالنا، وبالتالي ظهور وعكات اللي كتجلى يا اما في قبض يا اما في اسهال يا اما في شيء من هذه الاشياء يعني. فما بين الاشياء اللي ممكن انها تخلق لي مشكل ديال القبض مثلا، وهو ديك الماده اللي كتكون غنيه بالدهون. الوقيته اللي كناكل اشياء غنيه بالدهون كنحاول انني كننقص من العمليه ديال الهضم، كل ما كان عندي الماده غنيه بالدهون كل ما كيكون عندي نقص حاد في العمليه ديال الهضم. واذا كان عندي نقص حاد في العمليه ديال الهضم هذا كيولي عندي مشكل اللي غيقدر يتسبب لي من بعده شنو هو، يعطيني القبض. فباش نيفيتي هذا المشكل هذا اللي كيهبط ليا العمليه ديال الهضم وكيسبب ليا في القبض، كنحاول انني نتخلص من هذه المواد. شنو هي هذه المواد اللي تقدر تدير لي هذا المشكل؟ كان عندنا الفريت. فالانسان اللي كياكل ذاك الفريت اللي كيكون مزيت بزاف كون على اليقين غير يوجد راسو سميتو يوجد راسو لا كونستيباسيون. الناس اللي كياكلوا الماكله لي لاصوص ديالها كتكون كثيره بداك الدهون، بعض المرات كتمشي كتلقى اون سلاد وكيعمرها بداك المايونيز اللي كيكون الزيت ديالها ماشي طبيعيه وكتكون عامره، بمجرد ما كياخذها كيلقى راسو بانه كيعيش المشكل ديال المشكل ديال القبض. لاصوص كاملين باش الناس ما يسحبوش غير المايونيز، لا لاصوص غنيه بالدهون فيها الدهون بزاف او مزيته بزاف اللي مزيته بزاف. احنا دابا الاشياء اللي كتكون، احنا قلنا بان الزيوت هي
الاصل ديال شكون اللي كنلقاو فيه الزيوت بزاف هما الفريت. اي نوع ديال الفريت نحت فاش كنقول الفريت تاع الحوت راه كيكون عامر بديك الزيوت اللي ممكن يجي من بعدها اون كونستيباسيون. الشلاضه اللي كتكون فيها زيوت خاصه ديك الزيوت اللي كتكون مهدرجه اوتوماتيكمون كتجي من بعدها المشكل ديال القبض. الحليب والمشقات ديالو كذلك كاين واحد النوع ديال الناس اللي عندهم حساسيه لبعض المكونات ديال الحليب اللي هي مثلا لاكازيين، وهذيك لاكازيين غالبا ما واحد المجموعه ديال الناس ما كيقدروش على اساس انهم يهضموها، وكل ما ولا عندي عسر ديال الهضم ديال هذاك الماده كل ما كيخلق لي تلبك على المستوى ديال الجهاز الهضمي، وبالتالي كيعطيني قبض. القبض اللي كينتهي بانني كنعيش مشاكل بعديه لا يحمد عقباها. فهاد الناس هادو ياخذ في 3 ايام متابعه الحليب والمشتقات ديالو، ولا شاف راسو بانه من بعد الاكل ديالو ديال الحليب والمشتقات ديالو كتجيه المشكل ديال القبض، عرف بان راه عنده مشاكل ديال الهضم ديال الكازيين اللي كاينه في الحليب، وبالتالي هذا النوع ديال الناس يحاول يحبس الحليب والمشتقات ديالو ويخدم على الجهاز الهضمي ديالو، لان كتلقاه فاش كان في الصغر كان كيهضم مزيان الحليب، كان يعني ذاك البروتينات ديال الحليب كلها كان كيحاول انه يحللها، ولكن دابا لما كبر لما زاد شويه فلاج لما بدا كيكثر من الماكله لما بدا ولا عنده مشكل في الهضم، وبالتالي ولا يكون عنده القبض كيطلع بواحد الشكل كبير وكبير جدا. اذا يحيد الحليب والمشتقات ديالو ويدخل في تمرين ديال اكل مواد طبيعيه متوازنه لما يرجع القوى ويرجع الطاقه ويرجع الانزيمات اللي ممكن انهم يهضموا ليه البروتينات ديالو ممكن انذاك يرجع الاكل ديالو للحليب والمشتقات ديالو. كاين كذلك جميع المواد الغذائيه المحوله جميع المواد الغذائيه المحوله او جميع الغذائيه اللي كيكون فيها مضافات غذائيه. هذوك المحوله او المضافات الغذائيه غالبا الجسم ديالنا ما عندوش القدره والامكانيه باش انه يتعرف عليها ويهضمها، وكتعطيني عسر الهضم، ولا كان عاوتاني عندي عسر الهضم اوتوماتيكمون كتجيني من بعدها قبض، ولما كيجيني القبض كنولي نعيش ويلات بعديه لا يحمد عقباها. فلهذا من الاحسن انني جميع المواد اللي تم التحويل ديالها وجميع المواد نجربها كذلك باش ما نحرمش راسي منها، نجربها وناخذها مده 3 ايام تقريبا بوحدها نشوف واش ولا عندي. شرف الله قدركم وكرم الله الوجوه ديالكم انه كيبقى الانسان يكثر من التكراع في الوقيته اللي بقى ياكلها، او لا كيشوف راسه بانه هذيك ديك الماده بقات له في كرشو مده ديال 6 حتى 8 سوايع وما بغاش مازال ما بغاتش تحيد، هذا كتعرف بان عنده عسر ديال الهضم ديال ديك الماده وبالتالي خصو ينقص منها. نعم اوكي. وكاين عندنا اللحوم الحمراء، كاين عاوتاني اللي لما كياخذ اي نوع من الانواع ديال اللحوم الحمراء كتبقى له في كرشو مده ديال فوق 8 سوايع. الا بقيتي فوق 8 سوايع وانت كتعاود كما قلت قبل قليل كتحاول ان فين ما كتجيك النسمه ديال اللحم مازال في الفم ديالك، التكريعه ديال اللحم مازالك في الفم ديالك، هادو كلهم كيخليوك انك كتقول بان راه ما عندكش الوسائل والاليات اللي يهضموا لك اللحم الاحمر، وبالتالي راه غايدير لك عسر ديال الهضم والنتيجه ديالو غتولي عندك قبض مزمن. فهاد الامور كلها كتعطيني امكانيه ديال انني نعرف شكون هي المواد اللي كتخلق لي المشاكل، شكون هي المواد اللي ممكن انها تاثر لي على الجهاز الهضمي وتخليه ما كيتعاملش بالشكل الطبيعي، شكون هي المواد اللي كتعطيني نقص فانني نحللها بسرعه ونرميها الى الخارج بالنسبه للاشياء اللي غير مرغوب بها، وندخل اللي هو صالح الى الدوره الدمويه ديالي. في الوقت اللي كتكون عندي هذه المعطيات كنولي نجيري الاكل ديالي بالشكل اللي كيكون هو معقول. نعم. اذا ملي سنتكلموا على هذه المواد وسنتكلموا على الطريقه ديالنا القراءه اللي كتذكرها كل مره ديال ان كيفاش نقراوا المواد الغذائيه ديالنا قبل ما ندخلوها للذات ديالنا، تكلمتي على الطريقه ديال ان الحاجه نقصوا أو لنيفيتو الحاجات اللي تيكون فيها دهون اللي هي كثيرة أو الحاجات اللي هي مصنعة أو هاد الأمور. ولكن كاين في بعض المرات الناس كتاخذ غير بحال المواد، مثلا نتكلموا على اللوبيا أو العدس أو الفول اللي هادو الوقت ديالهم، واش هما دائما بالتحديد أنهم كيعطيو داك الانتفاخات على مستوى الأمعاء ديالنا، واش هما دائما كيعطيو داك التخمة؟ حيت بزاف الناس ما كاينش ربما اليوم اللي ما غتسولوش تقول له واش كليتي مثلا لوبيا البيضاء، يقول لك لا راه ما حسيتش براسي اني تخمت او لا كان عندي النفاخ او لا النهار كامل كيف قلتي اعزكم الله انني كنحس بداك التجشؤ او لا داك التكراع. يعني
بزاف، واش القطاني من المواد الغذائيه اللي فعلا كتخم اولا كتنفخ اولا معايش كنخلطوها هو اللي كيخليها انا تنفخ تخنا؟ زعما هاد الصباح حطيتي ديال الاسئله اللي كطرحي لي ديال من دائما عندي ما يتسالك زعما سمحوا لي على اش الغرور، ولكن من دائما كطرح لك اسئله مزيانه دائما ما نخلقوش واحد الجو ديال النشاط. بالعكس مرحبا، بغيتو حتى نوقفوا نديروا شويه النشاط ما عندناش مشكل صراحه. مرحبا مرحبا. الوغ فيما يخص القضيه ديال القطاني سورتو القطاني اللي الناس كتشكى منها بواحد الشكل كبير وكتقول لك اودي غير كناكل العدس الكرش كتنفخ، غير كناكل لوبيا الكرش كتنفخ، غير كناكل بصره الكرش كتنفخ. انا كنقول لهم ممكن تنفخ وتقريبا واحد 70% حتى 80% غادي تنفخ لك الكرش لجوج ديال الاسباب. السبب الاول هو ان ما عارفش انا النوع ديال الميكروبات اللي عندي في الكرش ديالي، واش هذيك الميكروبات مهيئه لانها تهضم هذوك المواد الغذائيه اللي كاينه عندي تمايا، واش عندي الانزيمات ديالي دياولي اللي عطيني الله سبحانه وتعالى في الذات ديالي، واش هذيك الانزيمات اللي عندي مهيئه انها تهضم هذوك المكونات ديال القطاني اللي كاين؟ فإذا ما كانش عندي الانزيمات اللي غتهضم ولا كانت الميكروبات الغير النافعه هي اللي متمركزه عندي في الذات ديالي، هادو بجوج يقدروا يخليوا لي الامكانيه ديال الرفع ديال مستوى الغازات على في الجهاز الهضمي ديالي، وكنحس وكانني عندي بالو كره ديال الركبي في الكرش ديالي مباشره من بعد ما كناخذ ناخذ داك الوجبه اللي كتكون ديال القطاني. هذا كما كيقولوا المحطه الاولى. المحطه الثانيه الطريقه ديالنا باش كنحضروا اللوبيا والحمص والعدس والفول غالبا ما كتكونش هي هذيك. هو الاصل خصني نخلي داك كل القطاني نخليها مرقده على الاقل 24 ساعه. نعم. لان كاين واحد لو فاكتور كيديروها الناس في الغالب، سمح لي، كيديروها الناس في اللوبيا البيضاء انها كترقد، واخا بزاف السيدات لقاو ديزاسوس ديال انها كتقدر تستهلك اللوبيا بلا ما ترقدها ليله كامله، كاين بزاف ديال الطرق منها اكيد نذكروها فيما بعد، مي في الغالب اللوبيا كنخليوها ليله كامله باش يلاه كترطب وكيقدر الانسان ياكلها. ممتاز. وحتى القطاني الاخرين بحال مثلا العدس كلشي كاع لي غرين كاع سميتو الحبوب الله يجعل حتى شتي القمح حتى هو الا بغيت ناكلو ونصاوب منه داك هربال وداك الشيء خصني نرقدو مده ديال في الهرقمه كيف كيقولوا. ايوه نخلي على الاقل واحد 24 ساعه. علاش؟ لان كاين واحد لو فاكتور كيتسمى ان فاكتور اونتي جيرميناسيون اللي كيخلي داك الزريعه ما تنبتش حتى كدوز واحد المده ديال الوقت ديالها عاد كنبغيوها تنبت. وسبحان الله هاد لو فاكتور مديور لجميع لي غرين، مديور لهم باش انهم يخليهم محميين الى ان ياتي الوقت ديال الفصل ديالها عاد كيتهرسوا هذوك لي فاكتور عاد كتولي برعم وكتخرج النباته ديالها وتكبر. فهذيك الماده إلا خدها الإنسان كتكون وسيلة من وسائل ظهور الغازات على المستوى ديال البطن ديالنا. فكل ما تخلصنا منها وإلا زدت عاوتاني أنني من بعد 24 ساعة نغسل داك مثلا داك اللوبيا نغسلها مزيان نجدد الغسيل ديالها ونحاول ندير فوقها واحد الكتان واحد التوب اللي كيكون منفس وكنقلبها بشكل مايل ديال 45 دوغري حتى كتخوى الماء اللي كان فيها وكتولي تعطيني خروج دوك البراعم ديالها. فلما كيخرج البروح بحال اللي غنديروها منبتة هذيك الساعة لما كنشدها في هذا الوقت هذا ونطحنها وندخلها ونطيبها بحال غنطيب اللوبيا بحال غندير طيب الحمص بحال إلا كليتيها بإذن الله غتلقى راسك بأنك داك المشكل ديال الغازات ما يكونش عندك. نعم نرجعوا نشوفوا هذه النقطة هذه ديال بزاف الناس كيبغيو يديروا المنبتات. شفنا المنبتات ديال القمح، كاين الناس اللي كيديروا ديال العدس، كاين الناس اللي كيديروا ديال الحماص، كل واحد. رجعوا نشوفوا الأهمية ديال هاد الحاجات المنبتة، واش كندخلوها بواحد النسبة معينة في الماكلة ديالنا أو لا الكمية كلها اللي نبتي؟ واش نقدروا مثلا ناخذوا مثلا الحماص أو الفول أو العدس كيف هو ونزيدوا عليه مثلا معلقة أو هذا ديال هاد المنبت؟ نشوفوا هذه الأمور كلها والأهمية ديالها على الصحة ديالنا والجهاز الهضمي كذلك. مرحبا بالأسئلة ديالكم مستر فين كاين هاد الامور كلها. احنا في البرنامج الاسئله ديالكم رجاء تكون موجهه للاستاذ سؤال كيعطيكم نصيحه وكيوجهكم اشنو ممكن ان الانسان يدير، ماشي حتى نوعيه د علاجه وغير. احنا كنتكلموا على التغذيه نمط حياه بزاف ديال الامور معلومات ربما اللي ساسوكم تعرفوها فيما يخص فين كاين فيما يخص هذا اللي خلى لنا رقم راه نبداو نخليه لكم في الستاندار بلي تبداو تعيطوا.
مرحبا. هادشي اللي كاين. من بعد ان شاء الله نعطيوها الرقم ديالي وغادي نحاول نتواصل معها ونعطيوها جميع المعلومات اللي الحاجه. مرحبا مرحبا باش الناس ما تعاتبش على كيسحابوش حنا اللي ما باغيش. الا عطانا رقم راه نضل نخليوه في ستاندار باش انكم تاخذوا بعد ما كتعطيوا الاسئله ديالكم مباشره على 0522 36 0536. مرحبا بالاسئله ديالكم كاملين. اذا ملي تنتكلموا على هذه المنبته وتكلمتي على الانسان انه كياخذ غير واحد القبيصه كيف كنقولوا من هذا المنبت هذا كيتخاد بوحديته كيتضاف اشنو فين كيعطي القيمه ديالو اكثر وفين فعلا كينفع الذات ديالنا حيت حنا كنتكلموا على صحه الجهاز الهضمي ان الحاجه اللي كليناها انها تهضم بطريقه اللي هي مزيانه وتاخذ الوقت ديالها مزيان ماشي تاخذ فوق الوقت ديالها في الهضم. ممتاز. نعم. الوغ الى لاحظتي قبيله درنا واحد كما كنقول امباناشي اللي نقدروا نديروا فيه الذره او لا القمح او لا الشعير. الذره والقمح والشعير هادو مواد اللي كتعطينا ما يسمى بالكربوهيدراتات. قلنا لي غرين دو شيا زريعه الكتان لي غرين دو شيا وزريعه الكتان هادو مصادر للدهون. لما تكلمنا على الحمص والعدس والفول هادو مصادر ديال البروتينات. فإلا نبتنا هاد الثلاثه بحال كندير وجبه كامله. وهاد الوجبه كامله غتكون غنيه من ناحيه ديال الانزيمات، غنيه من ناحيه ديال الفيتامينات، غنيه من ناحيه ديال الاملاح المعدنيه، غنيه بالسكريات، غنيه بالدهون، غنيه بالبروتينات. اذا بحال كندير وجبه كامله اللي كنحطها بجميع المؤسسات ديالها. في الوقيته اللي غنحط البروتينات كتكون حتى الانزيمات الهضمه ديالها. الوقيته اللي كنحط الدهون كتكون حتى الانزيمات الهضمه ديالها. داكشي اللي قلت لكم ودي راه لما غادي تاخذها تصنط الذات ديالك. فكل ما العمليه ديال الهضم كانت ممتازه كل ما تيسر ليا الامكانيه ديال انني نقول بان هذه الماكله اللي كناكل الان ماكله مغذيه وماكله مفيده والماكله اللي غيبان الاثر ديالها على الجسم ديالي. ممتاز. تفضل. اذا في الوقيته اللي غادي ناكل هذه الماكله ناخذ دوك لي بانسي اللي تكلمت عليهم ونشوف اشنو هو الكم اللي غادي ينفعني. ولما غادي الكم اللي غادي ينفعني عرفته ندوز دابا شنو هي الفوائد اللي غادي نجنيها من بعد على الاكل ديالي لهذا الامر هذا. مرحبا. اولا كتولي عندي الهضم. الهضم كنعرفوا بانه الحمد لله الهضم ديالي ولا ميسر. وشكون اللي يسر لي هذاك الهضم؟ هذوك الانزيمات اللي جبتهم معها اثناء سميتو ان اثناء العمليه ديال الاستنباط ديالها. كذلك في الوقيته اللي غادي تكون مهضومه او في الوقيته اللي غتكون منبته كتولي مهيئه مباشره الى انها تدخل في الخليه ودير المفعول ديالها. ماشي بحال الا خديتها ميته خصها تحيا وعاد كن دونك تاخذ لي كتستنزف ليا من الطاقه ديالي. فاش كناخذها جيرمي ما كتستنزف ما كتاخذ لياش من الطاقه ديالي وكتمشي ديريكتومون للمكان ديالها باش تبني الخليه باش ترفع من المناعه ديال الخليه باش انها ترمي النفايات اللي كاينه عند الخليه باش كتعاوني على اساس ان الكريات الحمراء يوليو كثار وكتعاوني على ان الاكسجين يوصل كذلك للخلايا ديالي. ممتاز. مكالماتهم دائما مرحبا بكل مستمعين ومستمعات اكيد من خلال رقمنا اللي هو 0522 36 0536. عائشه من الدار البيضاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. لاباس عليك؟ الله يحفظك ليا. مرحبا. الله يحفظك. دوزي دكتور الله يعطيك الصحة. كيسمعك تفضلي. قولي عائشة دار بيضاء كنشكرك بزاف. عائشة هو كيسمعك على المباشر قولي لي. قول لها صباح الخير باش تعرفك كتهضر معاه. لا عائشة صباح الخير. ولدي كتر خير. آمين. كنصحنا ولدي الله يذكر الله يكمل لك الخير. امين يا رب العالمين. كنرجع ديالك. الله يبارك فيك. كنصحنا كنطلع معلومات زوينين ديال كل شيء. وانا كنشكرك من هذا المنبر. الله يبارك فيك لاله عائشه. الله يحفظك الله يطول العمر ديالك. لا عائشه عندك شي سؤال؟ السؤال هو داك الشيء اللي كنصحنا عندك انا عندي معده شويه كنضر لي المعده حاسك كنت كتجيني نقرع كنتقرع. اييه. مع كنشرب الدوايات بزاف كنشرب واحد الدواء وجيب وكنضرني الغدر في المعده. واش ندير لي؟ واخا. مرحبا. مرحبا لاله عائشه.
نعم. شكرا لك بزاف لعائشة، وشكرا على الدعوة ديالك، واكيد كانت قسمه مع كل مستمعين مستمعات اللي مرحبا دائما بالتواصل ديالهم مازال على رقمنا اللي هو 0522 36 05 36. مرحبا بالجميع، شكرا على الوفاء ديالكم. اذا مازال نرجعوا تنتكلموا دائما على الفوائد ديال المنبتات على الصحة ديالنا، لأن بزاف الناس ولات كتبغي تبحث، كتبغي تشوف الطريقة ديالها. ديجا عطينا المستمعين والمستمعات الطريقة ديال هاد كيفاش يقدروا يقادوا هاد المنبتات. نرجعوا نكملوا في الفوائد ديالها على الصحة ديالنا، على جهازنا الهضمي، الأمور اللي ممكن أنها تفيد معها من غير أنها تكال مع يعني بحل من الاصل ديال اللي تصيبات منه، واش نقدروا نديروها يعني في عواصر يعني عصائر اللي ممكن انها تفيد الصحه ديالنا، واش ممكن ناخذوها فورم بودره هكاك مع الماء ولا شي حاجه. يعني الناس تبغي تسول هذه الامور هذه بحال دي تيزان. ارجعوا نشوفوا هذه النقاط هذه كلها معاكم، مع كل مستمعات ومستمعين اللي مرحبا دائما بالتواصل. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. اكيد رقمنا راه الاشارات الكل 0522 36 05 36. مازالين معكم دائما في التغذية، ومازال في مواضيعنا الصحية أيضا رفقة الأستاذ والباحث محمد أحسين اللي هو متخصص في التغذية كذلك. وصلنا للمنبتات والفوائد ديالها بحال منبت القمح، منبت العدس، الحمص، باش الناس تفهم معنا اللي يلا التحقت بنا اللحظة. ولكن شفنا حتى الطريقة ديال كيفاش ممكن نحصلوا على منبت. نكملوا دائما في الفوائد ديالو على الصحة ديالنا. ألوغ المنبت المنبت في الوقت اللي كناخذو قلنا بانه غني بالعناصر المغذيه، وقلنا علاش، قلنا كذلك انه كيلعب دور ديال ان المواد الغذائيه اللي كاينه فيه كتدوز مباشره الى الخليه بدون ما كتحتاج اننا نهرسوا من الطاقه ديالنا باش ان الخليه تستفد منه، وكذلك كتساعد بواحد الشكل كبير لا ديجيستيون. علاش؟ لان هي براسها فاش كتدخل كتجيب الانزيمات ديالها، الانزيمات اللي كتهضم الدهون، الانزيمات اللي كتهضم البروتينات، الانزيمات اللي كتهضم السكريات، وبالتالي كتجي وكتعاونني في الهضم، وكتجي وكتعطيني عناصر مغذيه، وكتدخل هذيك العناصر بواحد السرعه لا تتصور، وفيها الياف اللي تم الهضم ديالها كذلك من خلال دوك الانزيمات اللي كاينين، وكتولي فيها الالياف كما كيقولوا سوليبل اي انسوليبل اللي غادي يساعدوني اولا على انهم الدخول ديال السكريات ما كيكونش بسرعه، وكتساعدني كذلك على اساس ان العمليه ديال القبض ما كتكونش عندي. دونك هنا من واحد الجهه كندير واحد الميزان اللي كيخلي الدخول ديال الدهون معقلا، ويخلي الدخول ديال السكريات معقلا، يوم ميم طو كتعطي واحد التحفيز للجهاز الهضمي باش يدير ديك الحركه الدوديه، والفائض كيخرج يمشي بحالو الى الخارج. فهكذا هاد الالياف اللي كتكون عند المنبتات كتكون افضل بكثير من الالياف اللي كتكون في الجرين اللي هي نون جيرمي. كذلك غنيه بمضادات الاكسده، حنا كنعرفوا الدور ديال مضادات الاكسده اولا في التنقيه ديال الذات، وثانيا في تعطيل البروسيسوس ديال الشيخوخه. كل ما خديت اشياء اللي غنيه بمضادات الاكسده كل ما كنعطل شيئا ما الشيخوخه ديالي، كترفع من مستوى المناعه بواحد الشكل لا يتصور، وكذلك هذيك لا تونور اون كالوري كتكون عندي كما كيقولوا انديس غليسيميك با. الانديس غليسيميك ديال المنبتات كتكون قل من الانديس غليسيميك ديال هذوك الماء كتكون على شكل دي غرين. ممتاز، مازال غنكملوا هذا الموضوع. مرحبا، ناخذوا مكالمات ديال المستمعين والمستمعات على رقمنا المباشر اللي هو 05 22 36. مراد 05 22 36 05 36. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم. فتيحة. الو فتيحة. الو السلام عليكم. ما كنسمعش. الو السلام عليكم. أكيد مرحبا بالتواصل ديالكم المستمعين والمستمعات، مرحبا باش أنكم تشاركوا معنا دائما. من خلال معكم الأستاذ والباحث محمد أحسين اللي هو متخصص في التغذية كذلك. مكالماتكم مرحب بها. فتيحة من الدار البيضاء، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. السلام عليكم أختي جميلة بخير. الله يحفظك، مرحبا. معك الدكتور حسين. معايا. بغيت عفاك غير نسولو عفاك على حسب هاد المنبتات، بغيت شي حبوب زيادة الوزن. وكيفاش نستعملهم عفاك، يعني واش مطحونين حتى يبسوا أو لا هكاك يعني مازالين شوية فيهم مازالين زعما منديين ونعاود نطحنهم في عصير او لا كيفاش نستعملهم؟ واش المنبتات ولا الحبوب وحديتها؟ المنبتات بحال دابا المنبتات راه كاين بحال دابا حبوب كاين ديال القمح. فوالا برافو عليك. فوالا وبغيتي تزيدي في الوزن؟ نعم بغيت نزيد في الوزن باستعمال المنبتات كذلك.
مرحبا. واخا واضح السؤال ديالك. يعطيك الوجه الجواب ان شاء الله. واضح. شكرا لك بزاف فتيحه على السؤال ديالك وشكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات. ربما غنبداو بسؤال ديال فتيحه لان هو السؤال اللي طرحت عليك ديال معايش ناخذوا المنبتات فاش كلمت عليك واش على شكل مع شي عصائر او شي حاجه من هذا القبيل وفي نفس الوقت درج ديك القضيه ديال فاش تكلمت على الزياده ديال الوزن. مرحبا. نعم تفضل. اذا فيما يخص السؤال اللي طرحته الاخت فتيحه ان الان وليت كنعرف انا شنو هو الكم اللي محتاج ليه كناخذوا خضر ممكن ناخذ خضر ممكن انني مثلا القرعه كانت عندي كثير داك الشيء فيها شاط ليا بزاف الا خليته يقدر يتعفن ويضيع اشنو كندير كنمشي نيبسو أيه؟ على في ماشي تحت الشمس ولكن في الظل اولا في الشمس اولا في الفران بعد ما كنطفيه وداك الشيء كنيبسو لما كنيبسو كنطحنو وكنخليه في واحد القرعه اللي تكون جافه من القيام قاده مصايبه وكنحطو الوغ ديك الساعه كناخذ في الوقيته اللي غادي نحتاجو الماكله كنولي ناخذ معلقه كبيره يا اما كنزيد معها العسل اولا كنخليها ديريكتومون ولا الا زدت معها العسل اوتوماتيكمون كناخذ معها شي حاجه اللي لانديس غليسيميك ديالها تكون هابطه ما ناخذهاش مع الخبز ما ناخذهاش مع الروز ما ناخذهاش مع اشياء اللي غتقدر تزيد ليا في السكريات ديالي وتزيد ليا في الدهون على المستوى ديال الكبد المستوى ديال الاحشاء النصران ديالي. اي اذا دائما فاش بغينا ناخذ هذه المعلقه كبيره مع العسل غالبا كناخذ معاه ان سالاد هاد لا سالاد اللي ما كاينش فيها لا خبز لا حتى شي حاجه هذه كافياني باش تعطيني الطاقه اللي نقدر نعيش بها مزيان. الوغ هنا كنشوف الجانب الغذائي ديالها كيفاش يمكن ليا هذوك المواد الطاقيه والواقيه والبانيه اللي كنتكلموا عليهم غادي نقدر نستافد منهم من خلال هذه الوجبه اللي تكلمنا عليها معلقه كبيره مع العسل مع ان سالاد. بغيت دابا نزيد الوزن الوغ باش نصحوا واحد المعلومه عند الناس كاملين يستحيل والله واخا تاكل اللي بغيتي تاكله باش تزيد في الوزن عمرك ما تزيد في الوزن الا ما خرجوش جوج ديال الهرمونات التي اللي كتسمى لا تيستوستيرون والهرمون جي اش غروت هرمون هادو خصهم يخرجوا عاد ديك الساعه ممكن انني نفكر في الزياده في الوزن ديالي او لا نفكر في الطول ديالي او لا نفكر في جميع الاشياء اللي سميتها اون كرواسونس. الو كيفاش غادي نخرج هاد لي دو هرمون باش يمكن ليا لالا فتيحه تزيد في الوزن او لا نزيد في الطول الا بغيت الوليدات يتزاد في الطول ديالهم او لا او لا او لا خاصني نخرج هاد لي دو هرمون هاد لي دو هرمون كيخرجوا اولا بالرياضه وغالبا الرياضه اللي كنتكلموا عليها الميسكولاسيون او لا ما قديتش ندير الميسكولاسيون كندير لاتراكسيون لاتراكسيون كنبقى ندير الاولى الثانيه هذيك اللي غادي لما نبغي نطلع فيها غنبغي غير الى قديت نوقف نطيح هنا كنعرف بانني وصلت للافاز اللي غادي نخرج فيها التستوستيرون ونخرج فيها الهرمون جي اش هذه الاولى هو التستوستيرون الناس كيعرفوا هو هرمون ديال الذكوره الذكوره سافغي العيالات او النساء غيسولوا يعني انا علاش نخرجوا لانه هو سافغي كينمي العضلات وغيرها أيوة. واش على هذه المساله هذه الجي اش نبغيو نعرفوا حتى هو شنو هو باش هو كيتسمى هرمون النمو كيساعد الخلايا على انها تنقسم الى تنقسم باش تصاوب لي الفوليوم الكتله العضليه او لا تنقسم باش تعطيني الطول الا بغيت نعطيه للوليدات ديالي كنشوف ولدي ما كيزيدش في الوزن كنقول لك اودي راه ما عندك الهضره ديال خذ لا فيتامين ا ولا خذ لا فيتامين اكس ولا خذ راه امبوسيبل الا ما كانش عنده هاد لي دو هرمون وكاين جوج ديال الهرمونات وحدين اخرين الا ما كانش عنده من النواتج ديالو ما كانش عنده في الذات ديالو يستحيل انه يزيد في النمو ديالو يستحيل انه يزيد في لا ماس ميسكولار ديالو دونك خصو يخرجهم عاد نهضروا على حوايج اخرين الو باش يخرجهم قلنا اولا وهو انني ندير رياضه اللي كتساعد على الانتاج ديالهم واللي تبت علميا انه كيساعد على الانتاج ديالهم هي كما قلت لك لا ميسكولاسيون او لا انا ما عندي ما ندير بلاصه بغيت نبقى غير في الدار ديالي شنو هي شي حاجه اللي تعاوني انا كندير لاتراكسيون لاتراكسيون كما قلت لك كندير البومب الاولى الثانيه الثالثه الرابعه بزز كنطلع ولا طلعت وقفت صافي نقدر نطيح هنا كنعرف راسي راني خرجت لا تيستوستيرون وخرجت الهرمون جي اش. ثاني الصيام
نعم، غنتوقفوا عند النقطة أكيد، بما أننا تنتكلموا على هرمونات اللي كتساعد ربما الناس باش أنها يا إما الوليدات، لأن الكل كيبحث على أن الوليدات تكون النمو ديالهم مزيان ويكون الطول ديالهم كذلك، يعني كهرمونات ديال النمو، هذا الجي أش والتستوستيرون اللي هو هرمون ديال الذكورة. تكلمنا على النقطة ديال العضلات وغيرها والتنمية ديالها، والناس اللي باغا فعلا أنها تزيد في الوزن خاصة قلتي تخرج هذه الهرمونات يعني يكون عندها ديجا. ضروري. غنرجعوا نشوفوا هذه النقط ونجاوبوا على الأسئلة ديال المستمعات والمستمعين اللي تلقيناها قبل. ومرحبا بأخرى على صحيح. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مازال مكملين معكم رفقة الأستاذ والباحث محمد حسين اللي هو متخصص في التغذية دائما على شدا فم من خلال برنامج شدا الأسرة. أكيد مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم على رقمنا اللي هو 0522 36 0536. نكملوا دائما إجابة على السؤال ديال فتيحة وأكيد حتى على السؤال ديال أهمية المنبتات، منبتات القمح أو غيرها من الحبوب. تكلمتي على أن كاين جوج الهرمونات اللي خاص يكونوا باش الإنسان على الأقل يقدر أنه يقول أن من ناحية ديال التغذية يقدر يزيد في الوزن، تستوستيرون هرمون جي أش أو هرمون النمو. نتكلموا دائما في هذا الإطار ونشوفوا كيفاش ممكن نحفزهم. اول حاجه بديك الرياضه اللي تكلمنا عليها، يا اما سميتو لا ميسكولاسيون او لا لو بومباج او نيفو ديال البيت ديال كل واحد فينا. كاين المساله الثانيه وهي الصيام. المساله التاليه وهي النوم المبكر. كل ما نعس الانسان بكري، كل ما نعس الانسان مباشره بعد صلاه العشاء بواحد الساعه يدخل الفراش ديالو اوتوماتيكمون كيساعد واحد المجموعه ديال الاشياء انك تفعل في الذات ديالنا، ومنها الانتاج ديال هاد لي دوز هرمون. ثم كذلك الدوش بالماء بارد. هادو كلهم مواد والمحفزات اللي كتساعدني على الانتاج ديال هاد التستو. اون فوا عندي التستوستيرون ناتج، اون فوا عندي الهرمون جي اش موجود، كتقول لك دابا وارى لي ما ناكل. هنا كتجي كتعطيه الاملاح المعدنيه والفيتامينات والاحماض الامينيه. هاد الاملاح المعدنيه والفيتامينات منين غادي يجوني؟ من المنبتات. هادشي اللي سولت قالت لك اودي هاد المنبتات واش الا خديتهم ممكن انه نستفد منهم. كل ما خداتهم خضرين كل ما النتائج كتكون جد فعاله وممتازه، وكل ما خداتهم يعني يابسين فهم مفيدين، ولكن ما غيكونوش بنفس الشكل اللي غتكون داك الانزيم خدام باش دوك العناصر اللي غادي ناخذهم كاحماض امينيه كيدخلوا بسرعه، والكتله العضليه كتولي كبير عندي والوزن ديالي كيتزاد. ممكن ناخذهم يابسين، ولكن كما قلت المفعول ديالهم غيكون ناخ شويه على انني واخذهم خضرين. وشنو غناخذ كذلك؟ كناخذ البيض البلدي، كناخذ الدجاج البلدي، كناخذ السمك، وكناخذ الحوت، وكناخذ كذلك الحمض الغنمي. هذا فيهم احماض امينيه اللي الجسم ديالي محتاج فيها، وخاصه الاحماض الامينيه الاساسيه، وهادو كيساعدوني على اساس ان الكتله العضليه كتولي تكبر عندي والوزن ديالي كيتزاد. وهنا الا لاحظتي انا كنتكلم على الكتله العضليه ماشي الدهون. وباش عاوتاني تكون عندي الكتله العضليه كثيره خصني يكون عندي لو كالسيوم ولو مانيزوم. هادشي كلشي كاين في هاد المواد اللي تكلمنا عليهم. نعم. الفواكه كما كيقولوا النيئه والخضروات النيئه حتى هي كتعطيني هذا الامر هذا، والقطاني المنبته حتى هي كتعطيني. فلاله فتيحه الا خدات البرامج اللي فيها الفواكه ملونه وفيها خضروات ملونه نيئه، خدات لي جيرم نيئه، خدات لي بروتيين، خدات لو غرا خاصه لي غرين دو شيا ولي غرين دو لان زرعت الكتان والقرقع، حتى هما كذلك كيساهموا في ان الكتله العضليه كتكون في المستوى العادي ديالي، وان شاء الله الوزن ديالي غادي يتزاد. نعم. اذا ممتاز، هكذا كنكونوا جاوبنا على السؤال ديال فتيحه من خلالكم، واكيد غنرجعوا نجاوبوا على الاسئله الاخرى. غير ناخذوا مكالمه ديال لنا جات من طنجه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا لالا. أنا نجات من طنجة. مرحبا بك، تفضلي. كنبغيك يا جميلة ويعجبني الخلق ديالك. الله يحفظك. يوميا نتبعك، يلا كيبصوني كنعمل فوني تفودني. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك ليا، الله يطول لي عمرك، الله يحفظك. جميلة، أنا كنت نقول للدكتور عندي واحد المشكل في رمضان. يلا كنصوم. عندي مشكل غير في رمضان. أييه. كنصوم كتقل المعدة تحرقني، هذا هو المشكل اللي عندي. واش ملي يلاه كتبداي تاكلي ولا ملي كتكون المعده خاويه؟ لا حتى كنفطر دائما، حتى كنفطر ملي كنت سالي الفطور كترجع لي المعده بزاف. واخا شهر رمضان كامل كندوزو فصيات وفهمتي؟ نعم نعم. ولكن ملي كتكون عندي المعده خاويه كنكون مزيانه.
مجرد ما كتبدا تفطر صافي كتبدا تحرقك. مرحبا. واضح السؤال ديالها؟ واضح. واضح السؤال ديالك. الله يحفظك ليا نجات، شكرا على كلامك في حقي، شكرا موصول كل مستمعي ومستمعات، اكيد محبتكم في القلب غاليه بطبيعه الحال، واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على رقمنا المباشر اللي هو 0522 36 05 36. نجاوبوا على السؤال ديال لفاطمه من تارو دانت على العدس ولا المعده. هي ديجا قالت كان عندها مريضه بالمعده، وملي كتاخذ العدس دائما كتحس ان بداك الانتفاخات وغيرها، وهذا الامر هذا ديال فاطمه من تارو دانت ديال بزاف ديال الناس ملي تياخذوا العدس. صح. الو في الوقت اللي كنكون كنقول بانه غير كناكل العدس كتجيني العمليه ديال الانتفاخ، كنلعب على جوج الحوايج. اول حاجه هو انني كنحاول نصحح الميكروبات اللي عندي في الدم على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالي. كنحاول ناخذ داك ما يسمى بالخمائر، ايوه، وداك الخضروات المخمره، سكون ابل لي ليغوم فيرمونتي. مخمره ولا هكا كيف كنقولوا مرقده؟ المرقده. الخضره المرقده، وغالبا غالبا احسن خضره اللي كنرقدوا كتعطينا نتائج عجيبه هو الكرومب إذا كان مرقد، هو الشوفلور إذا كان مرقد، وكذلك البروكلي إذا كان مخللة. المخللات المخللات كل ما صوبتهم في الدار ديالي وليت بارع في الانتاج ديالهم، كل ما كان النتائج جد مهمه. كذلك البروبيوتيك، فلما كنصحح الميكروبات اللي عندي في على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالي، وهاد الميكروبات النافعه كتولي هي اللي اكثر من الميكروبات الضاره، واكثر من ذلك هي اللي كتقضي على الميكروبات الضاره. اوتوماتيكمون المشكل ديال النفخ كيولي عندي ناقص، المشكل ديال الالم على مستوى البطن كيولي ناقص، المشكل ديال داك ما يسمى بالعاده الغير العاديه ديال العمل ديال الجهاز الهضمي ديالي، ولا في واحد الحاله مسكين صحيه لا ما بقاش عاجبني، كيتريقل كيتقاد الماء، كتولي عندي الميكروبات النافعه هي هذيك. نعم. وكيفاش نرجع الميكروبات النافعه؟ كما قلت، اولا الصيام، ثانيا ناخذ هذه المخللات، ثالثا ناخذ الاقراص ديال البروبيوتيك، هادو غادي يعدلوا لي الميكروبات النافعه ديالي. ثم كذلك الا كنت كنشوف بانه العدس كي يضرني، واخا قديت هادو كنعرف بان ذاك لو فاكتور اونتي جيرميناسيون اللي كاين فيه هو اللي كيكون سبب، كنبتو. لما كنبت العدس وكناخذ الميكروبات النافعه، لالا فاطمه أيه؟ غادي تهنى من المشكل ديال النفخ، الالام على البطن، وداك كما كيقولوا لانكونفور انتستينال، او عدم داك الحاله الارتياح ديال الجهاز الهضمي. نعم. مازال نرجعوا باش اننا نجاوبوا على الاسئله ديال المستمعات والمستمعين اللي مازالوا، اكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على رقمنا اللي هو 0522 36 05 36. على شهاده يفعل. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالهم، اكيد رقمنا راه اشاره الكل. مازال معكم خلال برنامج شهاده الاسره، ومازال معنا الاستاذ والباحث محمد وحسين، مرحبا بالتواصل ديالكم على 0522 36 05 36. اذا وصلنا للسؤال ديال سعيده من اسفي، تكلمت على السينتا. سينتا، وي. الوغ سينتا نوع من انواع ديال البارازيت اللي كيكونوا في الجهاز الهضمي ديالنا، فهادو خصنا غالبا غير كيكون الظروف غير ملائمه في الجهاز الهضمي، اوتوماتيكمون كيبداو يكبروا بواحد الشكل غير مرضي، وكترتب عليهم مشاكل بعديه لا تحمد عقبها. غير كتقول لي عندي السينتا في الكرش ديالي راه عندي مصيبه، غير كتقول عندي الدويدات في الكرش ديالي راه عندي مصيبه، غير كتقول لي اي نوع من الانواع ديال لي باغازيت في الكرش ديالي كارثه. اذا هادو كيفاش يمكن لي انني نتخلص منهم؟ هاد اون جينيرال لما كنتكلم على البارازيت كاين خلل. نعم. في العمل ديال الجهاز الهضمي كنبدل سميتو النمط ديال التغذيه ديالي. اول حاجه كنفكر فيها الشاي، الانواع ديال الاتاي اللي غادي نبقى نشرب في هذه الايام اللي عندي فيها المشاكل ديال السينتا وما جاورها. شنو كان الشاي ديالي؟ كنبدلو، كنولي ناخذ الشيح، العرقسوس، القشور ديال الرمان، البابونج. الشيح كناخذو مده ديال 3 ايام مع العشرة ومع 4 د العشيه، البابونج كناخذو كذلك 3 ايام مع 4 ومع 10 الصباح. هاد الشيح والشيح والعرقسوس والقشور ديال الرمان والبابونج هادو كلهم مواد اللي كتعاون على اساس انهم المكونات ديالهم كيمشيو وكيخلقوا واحد المشكل في التنفس ديال هادوك، كيخلقوا مشكل في التوالد ديالهم، وبالتالي كيهنيوني انا من داك المشكل اللي كيخلق لي عرقله في العمل ديال الجهاز الهضمي ديالي.
هذه من جهه. دونك الشاي كنبدلو اول حاجه كنفكر فيها نبدل النوع ديال الشاي اللي كنشرب. يعني كل 3 ايام كتاخذ نوع واحد, نوع واحد والكميه كنعرفوا ان بحال مثلا الشاي معلقه كبيره الشيح الشيح سخون لا هو اللي هو رقم واحد لا ديستركسيون ديال الانواع ديال الديدان اللي كتكون عندي. ما عندوش اثر على الدات على الصحه. اذا تخاد بلي دوز نورمال شنو هي لا دوز بالنسبه للوليدات الصغار؟ هي معلقه صغيره, وبالنسبه للناس الكبار هي معلقه كبيره. وكنخوي عليها ما سخون نخليها بوندون 10 مينوت. ما كنغليوش. لا ما كيتغلاش. وكنصفي وكنشرب. لما كندوز لحقاش فاش غندير 3 ايام 3 ايام 3 ايام غتجيني 12 يوم كنحبس شهر عاوتاني 3 ايام 3 ايام 3 ايام ونبقى بهذه الطريقه حتى كنحيد جميع ذوك الانواع ديال لي بارازيت منهم السنتة اللي تكلمت عليها الاخت ديالنا. ثم كذلك الوجبات الغذائيه نحاول نقراها شنو غادي نبقى ناكل في الوجبات الغذائيه. دائما الخضره الخضراء والفاكهه الخضراء. فاش كنقول الفاكهه اوتوماتيكمون حنا كنقيوها مزيان وناكلوها. من بعد كناكل اون سلاد كتكون مشكله. هاد لا سلاد لما كتكون مشكله كتلعب دور ديال ان الجهاز الهضمي كيتعاود الصحه ديالو كتولي المناعه ديالو كتقوى, هو كيبدا يقضي على دوك لي بارازيت اللي كاين فيهم. السلاد اللي غتكون عندي فيها كنزيد فيها الثومه. الثومه كنعرفها بان غنيه بالمواد الكبريتيه اللي العدوه ديال دوك التانيه او السنتا اللي نتكلموا عليها. السكنجبير كذلك فيه مواد اللي كتحيد ليا التهابات على المستوى ديال الجهاز الهضمي وكتقوي ليا الصحه ديال الجهاز الهضمي وكتقضي على دوك لي بارازيت اللي كاين. الباباي الباباي فيه واحد الانزيم اللي سميتو لاباباين اللي عندها دور كبير في انها كتقضي على هذا النوع ديال لي بارازيت اللي كيكونوا في الكرش ديال الانسان. الزريعه ديال القرعه خطيره جدا سميتو لهاد الانواع ديال لي بارازيت وخاصه الثانيه لان فيها واحد الماده سميتها لاكركوبيتين. هاد الكركوبيتين الدور ديالها كتمشي لهذا النوع ديال لي بارازيت وكتقضي عليهم. لي زيبيس اولا البهارات عندنا الكمون وعندنا الخرقوم البلدي وعندنا ذاك الفلفله الحاره السودانيه هذيك حتى هي لها دور كبير انك تقضي على لي بارازيت بهذا الشكل واضافه الى المخللات. واخا الى خدات المخللات غتنفعنا. دونك هذا هو نظامها نظام زائد الماء وزائد الامور شويه الحركه وشويه الامور كلها. الشايات اللي هضرت عليهم ناخذوا مكالمه دائما على 0522 36 0536. نمشيو لمدينه فاس. سعيده السلام عليكم. سعيده السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معك الله يحفظك. مرحبا والله يجعلها في الميزان الحسنات ديالكم. امين الله يحفظك. الله يحفظك. سميتي حسين محمد. انا سميتي حسين محمد. مرحبا نقول لهم متشرفين. مرحبا تفضلي سعيده. الله يخليك. انا ديابيتيك وكنبغي ناخذ هاد المسائل هادو ولكن ما كنعرفش بحال دابا الجرعه اللي غادي ناخذ بالنسبه لي انا لان انا دغيا كتحلي السكر انا كندير الانسولين واي اي حاجه خديتها بحال داخله على الجسم ديالي اي حاجه واخا قليله شويه كطيح لي السكر. ولكن اشنو الحاجات اللي بغيتي تاخذي؟ راه تكلمنا على بزاف ديال الحاجات اليوم. هادو هاد العدس اللي كيتنبت المنبتات. منبتات واخا. وغير الطريقه الله يعطيك السريعه عاوتاني لان الطريقه انا ديجا كنصوبو كيتعفن ليك او لك واخا واخا نعاود الطريقه. مرحبا. وبالنسبه للناس الكبار واش صالح لهم الناس الكبار؟ واخا مرحبا. صالحهم هاد المنبتات وكذا جزيل الشكر. العفو. مرحبا. شكرا لك بزاف سعيده من مدينه فاس واكيد شكر موصول لكل المستمعين والمستمعات. مرحبا دائما بالناس اللي كيسمعونا داخل المغرب وخارجه ايضا. تواصلكم مرحب به على 0522 36 0536. جاوبنا على السؤال ديال سعيده من اسفي. نمشيو عند لعائشه من الدار البيضاء تكلمت على المعده. دائما تيكون عندها واحد التلبكات على مستوى المعده ديالها وكيكون عندها تجشؤ لديك تقرع عزكم الله. قالت لي انها هي وعزاتو انها كتاخذ بزاف ديال الدوايات ولكن شنو السبب اللي كيخلي دائما داك التقرع عند عائشه؟ هو في الوقيته اللي كنقولوا كاين تقرع هو اللي هضرنا عليه قبل قليل. التقرع يساوي
ان سميتو الانزيمات الهضميه اللي كاين عندي ما خداماش. واخا. ولما كتكون عندي الانزيمات الهضميه عندي ما خداماش خصني نشوف طريقه باش انني نفعلها. كيفاش غادي نفعلها؟ عندنا جوج الحوايج. رقم واحد هو الشرب ديالي سميتو العصير ديال البربه. العصير البربه فيه واحد الماده سميتها لابيتاين كلوريد. هاد لابيتاين كتلعب دور انها كتحفز ليا الانتاج ديال هاد الانزيمات. كاين مساله ثانيه وهو خل التفاح. حتى هو كيلعب دور مهم على اساس ان هاد لازون باريتار كتولي شغاله وكتنتج ليا الانزيمات الهضميه. نعم. ثالثا بمجرد ما كناكل مثلا لي زونتيبيوتيك فاش كناكلهم كنزيد موراهم البروبيوتيك. باش ما يكونش عندي هناك خلل في التوازن ديال الميكروبات النافعه. الوغ في الوقيته اللي كيكون خلل في التوازن ديال الميكروبات النافعه اوتوماتيكمون لي غاز غيوليو عندي في الكرش، غيولي كما قلت لكم عندي البطن اللي كيشبه الكره ديال الريغبي، عندي مشاكل ديال الالم على مستوى البطن ديالي، وكاين عندي ان كونفور اللي كنسميو ان كونفور انتيسينا. هذا كله راجع الى هذاك المشكل ديال الميكروبات الغير النافعه اللي كاينه عندي، اللي كتجي بطبيعه الحال في الوقيته اللي كنكثر على الكرش ديالي بزاف ديال الادويه مثلا. ولكن دائما كنحاول نيكيليبري هذا الشيء بانني كناكل مواد غذائيه اللي كتساعدني على اساس ان يكون هناك توازن. كما قلت توازن خصني نحط اول حاجه الميكروبات النافعه. الميكروبات النافعه المخللات. الميكروبات النافعه بروبيوتيك. الميكروبات النافعه بعد كل دواء كنستعملو كنعاون بهاد الامر هذا، اضافه الى المواد الغذائيه الاخرى اللي خصها تكون فيها الالياف. ايه راه الناس اللي كيعانيوا هذا المشكل هذا خص دائما يحذو بان الالياف عندهم، ويكونوا الالياف بجوج اللي تكلمنا عليهم، المحلله في الماء والغير محلمه، صوليب ولا انصوليب. البروبيوتيك احنا تكلمنا عليه، البريبيوتيك. البريبيوتيك شنو هو؟ دائما يكون في الماكله ديالهم تكون الثومه. ايه. ويكون تكون الثومه. نعم. تكون البصله. يكون داك البوارو مهم جدا ان يكون مغذي الميكروبات النافعه. يكون لاسبيرج او الهليون. أيه. البنان، التفاح والحبوب الكامله. نعم. هادو كلهم كيلعبوا دور ديال ان يغذيو لي الميكروبات النافعه ديالي باش يخليو العمليه ديال الهضم تكون في المستوى العالي، ويخليو داك التلبكات اللي كتوقع ليا والمشاكل الهضميه كتولي نقلل منها. وخر. الشرب ديال الماء مهم جدا لهاد النوع ديال الناس. الانزيمات خصهم يكونوا، حنا تكلمنا على الباربه وتكلمنا على الخل ديال التفاح، ولكن كل ما كليت لي غرين جيرمي هذوك المنبتات غنيه بالانزيمات اللي كتنفع للعمليه ديال الهضم، وبالتالي داك التلبكات كتنقص عندي بواحد الشكل كبير. كذلك كناخذ لي اوميغا 3. اوميغا 3 كيعاود يبني لي يعني الجدار ديال الجهاز الهضمي، وكيرجع لي الصحه والسلامه للجهاز الهضمي ديالي، ومضادات الاكسده من خلال الفواكه والخضروات الملونه، ثم انني نبعد من جميع الاشياء اللي تقدر تعطيني اون اغيتاسيون للذات ديالي. منهم دوك البهارات، منهم بزاف ديال الدهون اللي تكلمنا عليها قبل قليل. منهم لي فريت، منهم السكر المكرر. لي سكر رافيني هادو يبعد منهم الانسان حتى تولي الجهاز الهضمي ديالو مزيان. عاد ديك الساعه الا بغى يدير شي شهوه ديال الفريت ماشي مشكل. مرحبا، دائما مرحبا. مكالماتكم على 0522 36 0536. خديجه من الدار البيضاء، السلام عليكم. لاله الو دكتور، الو اختي جميله. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك ليا. الله يحفظك ليا. مرحبا. الحمد لله. تفضلي. الله يخليك. بغيت نسول الدكتور احسي. الله يخليك. مرحبا مرحبا. الله يخليك. انا عندي بنتي دابا عندها 21 عام، لقينا دابا كتعاني من مرض في الامعاء، مرض سميتو كرون. وعندها التهاب، ودينا عند الدكاتره ودابا الشيء، ودرنا لها هذاك المنظار ديال المعده وديال المصران. وبغيت الله يخليك نسول الدكتور على بالنسبه لحساب التغذيه والماكله اللي ينصحني بها. الله يكثر خير. الله يجازيك. واخا، واضح السؤال ديالك لا خديجه. شكرا لك بزاف. شكر موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي مازال غيبقاو معنا ان شاء الله. من جديد مرحبا كل المستمعين والمستمعات. مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. اكيد رقمنا راه الاشاره لكل 0522 36 0536. مازالين كنتكلموا على امور كتخص التغذيه. تكلمنا اليوم على الحبوب والمنبتات ايضا رفقة الاستاذ والباحث محمد حسين. مرحبا بالاسئله ديالكم. نكملوا الاجابات. السؤال ديال فتحه من الدار البيضاء تكلمنا عليه، اللي كيهتم بالحبوب والزياده ديال الوزن. الحبوب كيف كنقولوا الحبوب او المنبتات. نجاة من طنجه تكلمت على ان في رمضان مع الصيام كتكون مزيانه المعده ديالها، مجرد ما كتبدا الفطور ديالها كتحرقها.
جات حرقه واش الطريقه شنو بدات. انا كنت كنتسنى انك غتسول على شنو ستاكل ولكن انت كنتي فهمتي السؤال فوالا. اشنو هاد الناس اللي كتعاني من هاد الحرقه ديال المعده مع الاكل ديالها مع الفطور؟ الغلط اللي كنديروا نهار كنكونوا صايمين هو ان الوجبه ديالنا اول ما كنبداو بها كنبداو بالسكريات. ولما كنكثروا من السكريات اوتوماتيكمون الانسان ينتظر على اساس هاد الوعكه اللي تكلمت عليها الاخت غادي تحصل ليها. فالمكله لما كنكون انا كنبدا في العمليه ديال اعاده البناء ديال الذات ديالي فنكمل باش غادي نكمل كنكمل ان الوجبه الغداء الوجبه ديالي في عند الافطار تكون غنيه بما يسمى بالدهون الجيده. الدهون الجيده شنو هي؟ لي غرين دو شيا لي غرين دو لا الزريعه ديال الشيا والزريعه ديال الكتان القرقع واللوز هادو الا حطيتهم في هذه الوقيته هذه كون على اليقين بانهم غادي تشوف بانه المساله لا جميله كدير ليا بيديها بلاتي بلاتي بلاتي. انا دابا حنا غنهضروا على الفطور العادي ديال كل المغاربه. الفطور العادي الناس كتفتح صيامها بالتمر الماء التمر الحليب كاين اللي كياخذ عصير كاين اللي كياخذ هذا. القضيه ديال بحال مثلا نتكلموا على حبوب الشيا او الكغان الشيا ربما واحد الحاجه اللي جديده علينا يعني يلاه تقريبا واحد سنتين او لعد الناس ولاو تيعرفوا الفائده ديالها وان فيها بزاف ديال البروتين وانك ما خاصكش تاخذ كميات اللي هي كثيره لان كيكون قدر يكون شي افاكسي او شي حاجه. دونك كاين شي حوايج يلاه كيدخلوا علينا سي فغي. ملي تكلمتي على القرقاع او لا المكسرات من الحاجات اللي مالفينها الانسان كياخذها كاين الناس اليوم اللي ما كيديروش كاع سلو كيحطوا هما هاد الامور ولكن من بعد ماشي في الدخله ديال الفطور. رجع نتصلوا في هذه النقطه غير ما نخليوش السي محمد من تاوناتي. عندنا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي. الله يحفظك. تحيه للدكتور اللي معك. الله يحفظك ليا. مرحبا كيداير سيدي بخير. الله يبارك فيك. نشكركم على النصائح والله يخليكم لينا نعم سيدي. شكرا لك. الله يحفظك. معك محمد 43 سنه ذوي احتياجات خاصه يعني بكرسي متحرك من منذ الولاده ديالي. مرحبا تفضل تفضل. اللي وقع لي اختي هذه واحد العامين اكتشفت ان عندي الحصى في الكلى. ودرت واحد ليباراسيو عليها الطبيب قطع عليا بزاف ديال الفواكه قطع عليا الفواكه الجافه قطع عليا هذه واحد 15 يوم او 20 يوم بدات المعده كضرني شويه. اي ماكله وليت كناكلها يعني كضرني يعني كتجيني الدوخه كيبداو يضروني عينيه كنحس بواحد الفشل. بغيت نشوف الدكتور ديالاش هاد الاعراض يمكن لهم يكونوا شنو هما التغذيه اللي ينصحني بهم. نعم. ولكن شنو الماكله اللي كتاكل وكتحس انك كتجيك الدوخه ولا شي حاجه من هذا القبيل؟ اختي انا الماكله كناكل الماكله غير شي حاجه بسيطه يعني كنحيد محيد الدهون محيد البانان محيد التفاح محيد داك الشيء ديال الفواكه الجافه محيد السردين محيد اي حاجه. نعم. واش هذا الشيء كله قال لك الدكتور ما خاصكش تاخذه؟ قال لي ما تاخذش هذا الشيء هذا باش ما يديروش الحجر يتكونوا لك. واخا نعم. الدكتور يعني واش المعده يمكن لها تاثر من هذا الشيء هذا؟ نعم. واش واضح السؤال ديالو؟ واضح. واضح سؤالك سي محمد. شكرا لك بزاف الله يقويك. شكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات اكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالهم. اليوم خدينا كفايه من الوقت صراحه غير باش نجاوبوا حتى على الاسئله ديالكم. مرحبا بها دائما على 05 22 36 05 36. نرجعوا للمساله ديال الفطور ديالنا. واخا يا كلامي كان معقول. مرحبا. الفطور ديالنا كان هكا. اييه. حبوب الشيا ولا هذا تل هنا لهنا كيف كنقولوا بالدارجه عاد ولا الانسان. دونك انا ملي غنجي نقول انني عندي حرقه ملي كنبدا نفطر اشنو الحاجات؟ عطينا ديالنا كاملين وعطينا ديال الناس اللي ربما غاده في اكل صحي 100% اللي ولفات هذا النظام هذا ديال حبوب الشيا ديال الشوفان ديال هاد الامور. مشيو مع هاد الناس ومشيو مع الناس العاديين اللي فطورهم عادي. برافو عليك. الوغ فيما يخص الكلام ديالنا الاولى الجواب ديالنا على الاخت اللي تكلمت. نعم. احنا ما هضرناش على عامة الناس. عامة الناس بحال دابا لالا جميلة ما كتعاني تمشي حاجة علاش نقول لها بعدي؟ شكون اللي قالها لك؟ يلا سير. هي ما جاتش عندي دابا وقالت لي ودي انا في رمضان شنو كيوقع لي كيوقع لي بحال هاد السيدة غنقول لها غتمشي هاد لا ديمارش اللي غنعطي لهاد السيدة. بار كونتر عامة الناس اللي عزيز عليهم البطبوط والبغرير والملوك. ماشي مسألة ديال غير باش نتفقوا معاك ماشي مسألة ديال كافة الناس. ولكن احنا ديما كنتكلموا على ترجع الحلقات وكلامك كنا ديما تنتكلموا على الفطور ديالك انت دائما كتقول ناخذوا الماء والتمر يمشي الانسان يصلي المغرب ديالو ويرتاح واحد شويه عاد يبدا الفطور ديالو. انا راه مراجعه دروسي محافظه معك فوالا. الوغ حنا اليوم اللي تنقولوا ان لا نبداو مثلا بهاد الامور هذه وبدهون اللي هي جيده وهذا مزيان غير ومشيو مع هادو مشيو مع هادو نعطيو
الناس كيف ملي كنا كنتكلموا على الوجبه ديال الافطار العاديه ديال اليوم العادي كنتي كتكلم كتقول بحال مثلا كاين الناس اللي الفطور ديالك غتاخذ خبيز ديال القمح مع زويته مع زبيده مع هادي، كاين الناس اللي كياخذوا عصير، كاين اللي كيسولوا ياخذوا الحليب، كنا كنمشيو مع الكل عاده باش تكلمنا على الفطور اللي الناس كيدخلوا فيه بعض الخضر بحال الخيار بحال المطيشه بحال شي نوع من الخضر اخرى. حتى هو كاين الناس اللي كيدخلوا مثلا دهون جيده بحال لافوكا، يعني كل واحد كيمشي على حسب نمط الغذائي ديالو ديال حياتك ايضا. فمشيو حنا مع الكل مع الجميع. يلا مرحبا. اذا دابا عندنا سميتو كاين تغيد كما كيقولوا تغذيه الناس العامه، اييه تغذيه الناس الخاصه وتغذيه الناس الخاصه الخاصه. وي دونك حنا رحنا جينا في خاصه الخاصه. وهذه الحاله هذه هي انها مسكينه غير كتاكل كتجيها وعكه. نعم هاد الاخت اللي كتجيهات الوعكه بهذه الطريقه هذه الحرقه، خاصه الحرقه، اول حاجه كنقولها خصك تاخذي الاشياء اللي كتكون فيها ما يسمى بالاوميغا 3. أيه؟ الاوميغا 3 هما جميع الدهون الجيده. أيه؟ لافوكا، زريعه الكتان، الزريعه ديال الشيا، القرقاع، اللوز، هادو المواد السردين. السردين هادو لي بروتين كما كيقولوا ماكر. كاين عندي البيض البلدي، كاين عندي الدجاج البلدي بلا ديك الجلده ديالو، وكاين عندي كذلك القناط القطاني المنبته. هادو البروتينات الجيده. ثم خصني الفيتامينات والاملاح المعدنيه، هادي غتاخذهم من العصير ديال الخضروات ومن الفاكهه. الفاكهه والعصير ديال الخضروات وهاد لي بروتين وهاد الدهون اذا خداتهم كون على اليقين بان هاد الوعكات اللي تكلمت عليهم ما غتعانيش منهم. أن اضافه الى ذلك في الاشياء اللي خصها تاخذها في الفواكه، هو دابا خاصه وغتجرب غتاخذ ما يسمى بلي فيرويروج اللي هما الفواكه الحمراء، الميرتيل، ايوا هادو غتبدا بهم، وغتزيد في الشلاضه ديالها دير الثومه والبصله. هادو كيلعبوا دور مهم جدا على انهم كيكوريجيو بعض الاختلالات اللي كتكون على المستوى ديال الجهاز الهضمي. فإلا خدينا الفاكهه هي الاولى والعصير ديال الخضروات هو الثاني، وخدينا البروتين الجيده وخدينا الدهون الجيده، غيبقى لي شويه لي سيريال كومبلي. لي سيريال كومبلي فين غتاخذهم؟ في الروز الاسمر، الزر الروز داك الاصفر، هادو غتولي عندي، اولا الكينوا. هنا غتولي عندي سميتو الوجبه الروز كامل اولا الكينوا. ولا الكينوا اضافه الى كما تكلمنا قبل قليل المضادات للالتهابات اللي كيعطيو هذاك المشاكل ديال الوعكات على المستوى ديال الجهاز الهضمي، كتاخذ الخرقوم البلدي وسكنجبير كتزيدو في لاصالات ديالها، وهكذا كتولي الوجبه ديالها ما فيهاش سكريات اللي ممكن تعطيها دوك كما كيقول لا كونفور انتستينال، او لا تعطيها انتفاخات على المستوى ديال البطن ديالها، او لا كتعطيها شنو كيتسمى ديك الالام ديال البطن ديالها، غتلقى بانه بداو كينقصوا حتى كيحيدوا، وعندها وجبة حتى جوج وجبات في النهار. نعم دونك هنايا نفهموا ان هاد المواد اللي ذكرتي خاصة تدخلها هي في النظام الغذائي ديالها. دونك يعني كتشوف هي في التقسيم ديالها كيف قلتي، عصير ديال فواكه، عصير ديال الخضروات، الخضروات فوالا، والعصير ديالها وهاد الامور كلها عاد باش تاخذ يا اما سخونه يا اما بارده على حسب هي الفطوره كيفاش بغات. المهم انها خاصة تدخل هاد المواد هذا ماشي بالتحديد انها خاصة تاخذهم كاملين، مي كتقسم كل نهار كتاخذ حاجه كتاخذ شويه فقط. دونك مازال ان شاء الله قرب رمضان قريب ان شاء الله، فاكيد غنخصوا حلقه باش اننا نهضروا على الوجبات ديالنا ديال الافطار وديال السحور وديال الناس اللي كدير العشاء ديالها، اشنو الحاجات اللي ربما كتخلي الانسان ما كيحسش بداك الجوع. هاد الامور كلها غنناقشوها ان شاء الله في الوقت ديالها، ما نصبوش احداث يا رب. واكيد مرحبا دائما بالاسئله ديال المستمعين والمستمعات. خدينا وقت صراحه كثير ولكن معليش في سبيل اننا نجاوبوا على الاسئله ديال المستمعين والمستمعات اللي مازال عندنا. كاين مجموعة من الأسئلة، كاين مجموعة سؤال ديال لسعيدة من فاس، تكلمات يعني على أمور اللي كتخص مثلا الناس اللي عندهم مرض السكري، خاصة هي قالت لك أنها كينزل السكري كضرب الأنسولين، تكلمات على هذا المنبتش واش لايقين ليها ولا لا؟ واش ياخذهم الناس ديال اللي عندهم مرض السكري؟ هما الأولين خصهم ياخذهم، هما الأولين لحقاش الناس ديال السكري خصهم هذيك البنكريا خصها تخدم، لي سيلول بيتا دي لونغيرونس خصهم يخدموا، إلا البنكريا خدمات
ولي سيلو بيتا دي لونغيرونس خدمو شكون اوتوماتيكمون السكري ديالها غيولي في حاله جيده. تاخذ الالياف ضروري منهم دونك الالياف اللي محنا في حاجه ليهم هما كاينين في المنبتات الاملاح المعدنيه الفيتامينات الانزيمات وداكشي اللي محتاجه ليهم كذلك البنكريا ديالها موجودين في المنبتات بمعنى جميع المواد اللي هي جاهزه ماشي عاد غتضيع عليها اون بوتيت دو لينيرجي باش انها تجهزها كتكون جاهزه كتدخل اوتوماتيكمون للبنكريا كتبدا تقوم بالعمليه ديال الاصلاح ديالها ولما غتصلح ليها البنكريا والانتاج ديال الانسولين غيولي عندها مزيان اوتوماتيكمون باذن الله غتكون هناك يعني اداء جيد للاخت ديالنا. فمن الوقيته اللي تكلمنا على هادو قلنا انها دير ان كونترول ديال السكر ديالها السكر دير له ان كونترول مزيان باش انه ما يكونش هناك زياده عاليه في السكريات ديالها. ثم كذلك البروتينات كما قلت خص يكونوا بروتينات ماغر هو اللي تكلمنا عليهم قبل قليل الدجاج بلا جلده ديالو البيض يكون شويه مزيان الدهون تاخذ غير الدهون جيده حنا تكلمنا عليها قبل قليل الماكله تكون ديالها موديري وتكون عندها في جوج الوجبات ما الناس ديال السكري ما يكثروش من الوجبات جوج وجبات كافيين ويكونوا مزيانين احسن من هذا 36 وجبه اللي غتخلق ليها تلبكات على المستوى ديال الاداء ديال البنكريا ديالها. ثم كذلك الالياف اللي يكون السكريات اللي خصها تكون جيده ومعقده اللي كتجي من لي غرين كومبليت ولا كما قلنا قبل قليل من الكينوا كاينه كذلك هذوك التوش كي ترانسفورمي المواد الغذائيه اللي تم التحويل ديالها من الاحسن تبعد منهم وتحيد اللي كنسميو دوك لي كولاسيون الوجبات ما بين الوجبات عندها جوج وجبات وما بين جوج الوجبات تقدر تشرب الماء ولا مشات بهذه الطريقه هذه غادي تريح البنكريا والانسولين غيبدا يرتاح وغيخدموا انزيمات اخرى اللي غيكون بواحد التنسيق اللي عندنا فيزيولوجي عجيب وهاد بهاد النتيجه هادي غتلقى بهاد التعامل هذا غتلقى كاين هناك تحسن في الاداء ديال الجسم ديالها وبالتالي تحسن في الاداء ديال البنكريا ديالها. نعم تكلمت على هاد الطريقه ديال المنبتات واش كتلق الناس الكبار في العمر؟ هما الاولين الناس الكبار والوليدات الصغار في حاجه ليها هما الاولين لان هما اللي في حاجه مساكن في حاجه المواد اللي ما كتحتاجش ان تضيع الطاقه ديالهم وهادو ما كيضيعوش الطاقه وحنا بغينا سميتو الناس الكبار كما قلنا العجزه والشيوخ يحتاجهم هما الاولين. ممتاز تكلمت اننا نعاودوا للطريقه ديال هذا الانبات ديال الحبوب وهذا الشيء كنا ديجا قلناها وكما فيها باس نذكروها بها. لا شنو قلنا كناخذوا الزرارع ديالنا وكنبيتهم 24 ساعه في الماء اييه بعد ما كنقيو نحيدوا الحجر اللي زايد فيهم نحيدوا التراب اللي زايد فيهم وكنخليوه 24 في الماء والنيفو ديال الماء يكون كيفوت النيفو ديال الحبوب يعني جوج مرات مغطيين جوج مرات اذا بحال كان لو انتيير كيتزاد لو دو تيير فوق دوك الحبوب 24 ساعه ثم لما كدوز 24 ساعه كنغسلهم مزيان وكنصفيهم وكنخليهم كنشد واحد التوب بحال داك البونسمون دوك لي بونسمون كنشدهم بواحد لاستيك كنغطي الفم ديال القرعه بداك لاستيك وكنميل القرعه ب 45 درجه هاد 45 دوغري علاش باش التهويه تدخل ليهم وباش يتقطروا كاع نهائيا يلاه يبقاو يشموا ريحه الماء اوكي لا غتلي كيديروا نفس الطريقه عاوتاني كيدخلوا ليها الماء يفزقوه هذه اللي شفناها ما دارتش ما نبتاتش كنعاودوا الطريقه ما الا نبتات لا نبتات راه كنشوف لا طاي ديال التنبيته ديالها غير توصل ليا ل 5 سنتيم كنقول مزيان دابا وصلت سميتو لا فاز دو جيرميناسيون المخيره دونك وصلت لو نيفو اللي بغيت انايا وكندوز الاكل ديالها اشنو كندير كنعاود المره الثانيه نغسلها مزيان وندير لها داك الغلاف بسميتو ونميلها ب 45 دقيقه 45 درجه 25 درجه 45 درجه ماشي 25 قلنا لا ماشي 45 45 واخا تما الشيء اللي غيخليني انني كنشوف كاع دوك لي غوت ديال الماء كلهم كيخرجوا كيتقطروا والماء كتقطر وكتبقى يلاه شم ريحه الماء هذاك لو فاكتور اونتي جيرميناسيون كيتحيد النبته كتولي كتكبر لما كتبدا تكبر نبقى تبعها متبعها 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 حتى كتوصل لذاك لو نيفو اللي بغيت انايا ومن بعد كنحيد
وكنبدا في الاكل ديالها. ممتاز. دونك هذه الطريقه بالنسبه للسؤال ديال المستمعه الكريمه. اكيد مازال مكملين في الاجابات على الاسئله ديالكم. وصلنا السؤال ديال لا خديجه من الدار البيضاء، البنيته ديالها عندها مرض الكرون. التغذيه ديال هاد الناس اكيد خصو حلقه بتفصيلها، ولكن اعطيوها نصائح بسيطه. مرحبا. مرحبا. تفضل. الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم الكرون دائما ياخذوا الحوايج اللي كتكون سهله في الهضم ديالنا. سهله في الهضم، ها حنا المنبتات تكلمنا عليهم، عجيب جدا في العمليه ديال الهضم ديالها. البروتين، البروتين ماكر، شنو هما؟ الدجاج بلا جلده، بلا جلده ديالو، الحوت والبيض. هاد الناس ياخذوا ما يسمى بالالياف سوليبل، هاد الالياف سوليبل هي اللي كاينه في الافوكا، كاينه في البنان، كاينه في البطاطا الحلوه، كاين في الخيزو اللي طايب، وكاين كذلك حتى في الفلوكون دافوان. فلوكون الخرطال، الخرطال هذاك. وكاين حتى في لاريكو فير، حتى ما اللي كيكون مسلوق حتى هو كيكون فيه هاد الالياف اللي كتساعدني على اساس ان الجهاز الهضمي ديالي ما كيتمردش في العمليه ديال الهضم ديالو. كتشرب ان هاد الناس مطلوب انهم يشربوا بزاف ديال الماء، وجميع الاشياء اللي كتعطيني اون اريتاسيون ديال الجهاز الهضمي. شنو هي الاريتاسيون؟ هو الانتفاخ، هو سميتو الالم على مستوى البطن، هو داك لانكونفور انتستينال اللي تكلمنا عليه. باش كيوقع لي هذا المشكل في الوقيته اللي كناخذ البهارات، وفي الوقيته اللي كناخذ الحليب والمشتقات ديالو، في الوقيته اللي كناخذ الفريت، في الوقيته اللي كناخذ الدهون الغير مرغوب فيها، في الوقيته اللي كناخذ لي فيبر انسوليبل. لي فيبر انسوليبل هما اللي كيكونوا في الخضروات. دونك الخضروات ديال هاد الناس هادو غالبا كيكونوا مسلوقين او لا طايبين طاجين، ما عمرهم ياخذوهم بشكل نيء. بحال دابا الباربه كنقولوا للعباد الله خذوها بشكل نيء، ولكن الناس اللي عندهم الكرون ممنوع عليهم. الخيزو كنقول له كله هو نيء، وهما ما عندهمش الحق ياخذوه نيء، لان الالياف اللي كاينه فيه ما يقدروش عليها، وبالتالي تقدر يكون هناك جرح اللي غيسالي بالخروج ديال الدم في شرف الله قدركم. نعم. فلهذا هاد الناس هادو الالياف كما كيقولوا الانسوليبل خصها تهرس بالطياب، اما بالسليق او لا بالطياب على شكل الطاجين ولا شي حاجه بحال هكا. نعم. ثم كاع دوك الاشياء اللي كتعطيني تهيج للجهاز الهضمي ديالي كنحبسهم. وشنو شكون هي الاشياء اللي كتعطيني تهيج؟ كاين في الخضروات، وكذلك كاين حتى في بعض الفواكه. نعم. شنو كنديروا؟ كنقول كنبقى ناخذ نوع بنوع، وكنشوف شكون اللي كيخلق لي المشاكل كنحيدو. بعض المرات انا كيجيني الدنجال كيخلق لي مشاكل في المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالي كنحيدو. لقيت بانه كاين مجموعه ديال الناس اللي قالوا لي الملوخيه كتخلق لهم كنحيدها. دونك انا كنحاول نحدد شكون هي الماده الغذائيه اللي كتخلق لي تهيج كنحيدها، حتى كنرد ان الجهاز الهضمي كيولي شغال بالشكل اللي بغيت. وهاد الناس هادو كياخذ العصير ديال الخضروات، وكياخذوا كذلك الكولاجين مع الفيتامين سي مع المغنيسيوم باش كيعاودوا البناء ديال الجهاز الهضمي ديالهم والبروبيوتيك. نعم واضح. اخر سؤال ديال السي محمد من تاونات، 43 سنه، تكلم على انه كان عنده مشكل ديال الحصي بالكيلي، خذا العلاجات ديالو هاد الامور، تكلم ان يعني بزاف ديال الانواع ديال الاكل تحيدت له اولا مواد غذائيه ما خاصوش ياخذها، ما يتكلم فهاد 15 يوم الاخرى كيحس بالدوخه. صح. مجرد ما كياخذ شي حاجه يعني انه كيحس بالدوخه، شنو نقدروا نجاوبوه؟ لا لا الاخ محمد من تاونات، سيدي محمد خصو ياخذ المرق العظام، الكولاجين، لا فيتامين سي، المغنيسيوم، هادو خصهم يخدم عليهم في هذه الايام الاولى ديالو. البروبيوتيك من خلال المخللات، والبروبيوتيك يقدر يستعملهم كذلك حتى على شكل اقراص. زياده على الدواء اللي عطاه الطبيب، كيشرب العصير ديال المعدنوس. ها هو سميتو سبحان الله، لما كان هناك واحد التعامل ما بين الادويه اللي كياخذ مع الطبيب زائد شرب ديال العصير ديال المعدنوس بعد القبطات بالسونتريفيجوز، كان هناك نتائج جد 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 طيبه. دونك ياخذ هذا الشيء اللي تكلمنا عليه قبل قليل، زائد العصير ديال المعدنوس، زائد الدواء اللي كياخذ مع الطبيب، فاوتوماتيكمون غيلقى واحد الراحه بعديه
يعني نتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يتصل بنا فبحال هكا بحال غينقي الذات ديالو بشكل اللي هو وكيعاون الكلى على اساس انها دير العمل ديالها وتهرس الحصى اللي كاين فيه وكيخرج داك الحصى عبر القضيب شرف الله قدركم. نعم ممتاز، دونك هكذا جاوبنا على الاسئله كلهم، واكيد مرحبا بالاسئله ان شاء الله في حلقه ماجيه. كنشكرك بزاف. اهلا وسهلا استاذ والباحث محمد احسين اللي انت متخصص في التغذيه كذلك، وكل مستمعي ومستمعات مرحبا دائما بكل الاسئله ديالكم والاراء ديالكم اللي كتغني حواراتنا. مازال نرجع لكم، مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على رقمنا المباشر اللي هو 0522636.